بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثنا عبد الرحمن بن حميد، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. والعجوز هنا في الحديث قيل هي صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الزبير بن العوام، وكان همها الآخرة وأن تكون من أهل الجنة، فما زحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الجنة لا يدخلها عجوز، فحزنت وبكت، ثم عرفها صلوات الله وسلامه عليه قصده من هذه الكلمة التي ما زحها بها، وهو أن الجنة لا يدخلها أحد ذكر أو أنثى وهو عجوز، بل جعل الله السن 30 سنة وهو سن الشباب، فيعاد الإنسان إلى هذا السن تماما للنعيم المقيم، ويظل أهل الجنة على هذا السن خالدين فيها أبدا. وكان هذا الحديث لجواز الملاطفة البريئة والمزاح المقبول شرعا، مع بيان أمر هام من أمور الآخرة، وهو السن الذي حدده الله تعالى، وكذلك حرص المؤمنات على معرفة أمور دينهن والتفقه فيه، وعلى التبصر بأحوال يوم القيامة حيث هي دار البقاء، حتى يتم الاستعداد لهذا اليوم بالعمل الصالح، وكذلك الاطمئنان بما أعد الله فيه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبعد التبسم والمزاح يأتي ضحكه صلى الله عليه وسلم، فكان يضحك صلى الله عليه وسلم، ولكن كما ورد جل ضحكه التبسم. حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا عباد بن العوام، أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطأة عن سماك بن حرب قال: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. فساقه صلى الله عليه وسلم كانت دقيقة ليست بغليظة، وضحكه صلى الله عليه وسلم تبسم. هذا في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة فكان يضحك كما سيأتي إن شاء الله. وهيئة عينيه صلى الله عليه وسلم هيئة طبيعية في حسنها ودقة خلقتها. حدثنا أحمد بن خالد الخلال، حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني، حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحرث رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وفي أمور الآخرة يضحك، وضحكه في ذلك فرح وسرور برحمة الله على عباده، وكيف لا يسر وهو الرحمة المهداة، رحمة الله للعالمين جميعا. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: أعرضوا عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، والنواجذ أقصى الأضراس، وقيل الأضراس كلها، أي بالغ صلى الله عليه وسلم في الضحك حتى ظهرت ضروسه، وهذه نادرة من نوادر ضحكه صلى الله عليه وسلم. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة السلماني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا، فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، أي ملئت الجنة بأصحابها، فيرجع فيقول: يا ربي، قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى، أي يتمنى من النعيم الذي رآه في الوقت الذي عاشه في دنياه من أنواع القصور والأثاث ونعيم الحياة. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، دلالة على سعة رحمة الله. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ أي من كثرة العطاء وجليل الفضل تعجب العبد من ربه، ولم يصدق ما قيل له، لا تكذيب، وإنما دهشة من مدد ربه. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، أي بالغ في ضحكه الشريف أنسا واستبشارا بعطاء ربه، وما كان عطاء ربك محظورا، فنعم الرحمة ونعم العطاء. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون، أي تشكون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون، أي تشكون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، أي رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة لأهل الجنة أمر لا شك فيه، كما لا يشك أحد في القمر إذا رآه، ولا في الشمس إذا رآها. أما الحق تبارك وتعالى فلا يعلم حقيقته إلا هو. والحديث طويل، ونأتي لنبدأ بقوله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا ربي، اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها، وأحرقني ذكاؤها، أي لهيبها. فيقول: هل عسيت إن فعل بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك وجلالك. فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق، فينصرف
فينصرف وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء أن يسكت، ثم قال: يا ربي قدمني عند باب الجنة. فيقول الله: أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت تسأل؟ فيقول: يا ربي لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا ربي أدخلني الجنة. فيقول: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: تمنى. فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل: من كذا وكذا، أقبل، يذكره ربه، حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله: لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: إني سمعته يقول: ذلك وعشرة أمثاله. صدق هذا وصدق هذا، ففضل الله واسع. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، أي لا يفطر، ويفطر حتى نقول قد أفطر، أي نظن أنه لا يصوم بعد ذلك. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة عن عائشة قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله، فكان صلى الله عليه وسلم يتابع الصيام أكثر أيام بعض الأشهر خاصة شعبان، كما يفهم من الحديث الثاني، وذلك لأفضلية هذا الشهر وللتمرن على رمضان، وكان غالب صومه صيام 3 أيام من كل شهر. حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا عبد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زيد بن حبيش عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، أي كان يصوم يوم الجمعة ولا يفرده بالصوم، بل كان يصومه مع يوم آخر قبله أو بعده، وذلك لكراهة صيامه منفردا. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، وذلك لأفضلية اليومين عند الله تعالى، فقد ورد أن الأعمال تعرض فيهما على رب العزة سبحانه وتعالى. وفي رواية لمسلم
أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. حدثنا محمود، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل أسبوع؟ قالت: نعم. قلت: من أيه؟ من أيه كان يصوم؟ قالت: لا يبالي من أيه صام، أي كان يستوي عنده الصوم من أوله أو من وسطه أو من آخره، وذلك ليتيح لأمته صلى الله عليه وسلم الصيام في أي وقت، فقد تختلف أحوال بعضهم عن الآخر، وهذا من رأفته ورحمته، كما وصفه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، أي لم يصبح فرضا، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ويوم عاشوراء قيل فيه كثير من الأخبار، فصامه نوح عليه السلام شكرا لله تبارك وتعالى على نجاته من الطوفان، وكانت قريش تعظم ذلك اليوم بصومه، وكانوا يكسون الكعبة فيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه موافقة لقريش أو موافقة لأهل الكتاب أو بإلهام من الله سبحانه وتعالى. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك، قالوا: هذا يوم نجى الله موسى وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وصيام يوم عاشوراء سنة مستحبة، ويسن معه صيام 9 مخالفة لليهود، وورد في فضله ما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، أي ببركة صومه يغفر الله لصائمه السنة الماضية مع التوبة الصادقة والندم الشديد وطلب العفو والرضا. ومن عبادة الصوم إلى عبادة أخرى، وهي تلاوته صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، وهي من العبادات الجليلة، حيث يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. وقد روى الإمام مسلم رضي الله عنه حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي جامع الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، أي مفصولة الحرف واضحة اللفظ ظاهرة المبنى، بمعنى أن يعطي كل حرف حقه، وأن يخرج كل حرف من مخارجه الطبيعية مع مراعاة أحكام الترتيل والتلاوة كما نزلت. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير ابن حازم، حدثنا أبي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مد، أي لما يستحق المد، إما مطولا أو مقصورا أو متوسطا. حدثنا علي بن حجر، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج
عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، أي يقف على رأس كل آية، يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ مالك يوم الدين، أي وهكذا في كل تلاوته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر: وبهذا علم أن قراءته صلى الله عليه وسلم كانت ترتيلا، وكانت مفسرة الحروف مستوفاة ما تستحقه من مد وغيره، لأنه كان يقطعها آية آية. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان، قد كان يفعل ذلك، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، وكل ذلك يرجع إلى الخشوع والخضوع والتدبر في القراءة، فالجهر والسر بحسب حال القارئ، أما الأجر والمثوبة فبحسب نيته وما في قلبه وما يكون بعد ذلك من عمل، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع، أي لا يوقع قراءته توقيع الغناء، بل يتلو تلاوة واضحة مع تحسين الصوت ضمنا بلا غناء، حتى لا يخرج عن الخشوع المطلوب عند التلاوة.